انا بدعو حزب الوفد ان هو ينزل يشارك في الانتخابات الرئاسيه ويدلو بصوته ان شاء الله في الانتخابات، ويكون يعني نعمل بصمه ايجابيه ان شاء الله للبلد ان شاء الله. حزب الوفد المفروض ينزل يشارك في الانتخابات الرئاسيه يعني. حزب الوفد لازم يشارك في الانتخابات. حزب الوفد من الاحزاب السياسيه القديمه الموجوده اصلا دلوقتي، والمفروض ينزل يقدم صوتهم في الانتخابات الرئاسيه. المفروض حزب الوفد ينزل يشارك. هو ضروري لازم ينزله، لان حزب الوفد ده حزب من الاحزاب القديمه اللي في مصر، فلازم يشارك في الانتخابات الرئاسة. المفروض طبعا كمشاركة جماعية ان جميع الاحزاب تشارك، وعلى رأسهم برضو حزب الوفد. قالهم لازم كل يشارك طبعا، يعني ما فيش حد في مصر ما يشاركش. كل الاحزاب لازم تنزل تشارك عشان البلد تستقر اكتر من كده. حزب الوفد لازم هو يساعد ينزل وينزل الناس معاه، يعني يشجع الناس على النزول، يعني نزوله هو يشجع الناس على النزول. حزب الوفد لازم ينزل يشارك، مؤسسه سعد زغلول. احب اقول لحزب الوفد ان هو ينزل يشارك في الانتخابات الرئاسيه وكده، لان هو من حزب المهم وكده. لازم حزب الوفد طبعا ده من اوائل الناس اللي هم ينزلوا طبعا. لازم كل الناس تشارك. حزب الوفد يعتبر حزب مؤثر، فانا برجح ان هو ينزل ويبقى ليه دور فعال يعني ويشارك. انا بقول لحزب الوفد ان يشارك في الانتخابات الرئاسيه. انا بدعو حزب الوفد ان هو ينزل يشارك في الانتخابات الرئاسيه. وحزب الوفد لازم ينزل يشارك، لان ده حزب قديم وليه برضه صولات وجولات في السياسه. شارك انتخب.